دلوقتي مع حضراتكم هنزور سيدة جدعة اسمها هبة النجدي، عندها مطبعة مفيش أروع من كده في مدينة العاشر من رمضان، أسستها مع شريك من سوريا اسمه خالد الشنواني، بقاله 100 سنة هو وأسرته في قطاع الطباعة، وطبعاً بيقدموا خدمات جليلة جداً لقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية. خليكم معنا. البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات في مصر الداعمة للصناعة الوطنية، وتقريباً كل احتياجات البنك بتتورد من منتجات المصانع المصرية اللي بترتفع فيها نسبة المكون المحلي، وبتكون ليها الأولوية لضمان تشغيل الصناعات المغذية، وهي دي أفضل مساندة لخطط توطين الصناعة. دلوقتي حضراتكم في مصنع النجدي بوتنزا للطباعة ومهمات التغليف والهدايا، وهو شراكة بين السيدة هبة النجدي خبيرة الطباعة والتغليف والمشغولات اليدوية والمستثمر السوري خالد غياس الشنواني، اللي أسرته بتتوارث أباً عن جد مهنة الطباعة وتصنيع مهمات التغليف من حوالي 100 سنة في سوريا والأردن وأخيراً مصر. تعالوا بقى نقابل السيد حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، واللي هيوضح ضوابط توريد احتياجات البنك من الصناعة الوطنية وأسرار دعم ومساندة البنك الأهلي المصري للسيدة هبة النجدي. أستاذ حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري في البنك الأهلي المصري، عندنا رسالة مهمة جدا في البنك الأهلي المصري وهي دعم الصناعة الوطنية. هبة النجدي نموذج بدأ صغير جداً في مجال الطباعة، وقدر من خلال إيمان البنك بقدرات الصناعة الوطنية أن النهاردة تبقى مشاركة في مصنع قيمته تتجاوز 40-45 مليون جنيه. خليني أفهم من حضرتك إزاي قدرنا نثق في موردة صغيرة جداً ونساعدها وندعمها من خلال مختلف العمليات المصرفية، ونوصل النهاردة أنها شريكة في مصنع قيمته تتجاوز 45 مليون جنيه. هبة النجدي هي عميلة فرع النصر في البنك الأهلي، واخدة ائتمان من عندنا من حوالي 5-6 سنين، يعني تقدمت عندنا في البنك بتعرض منتج بسيط، كانت لسه في بداية الحياة العملية بتاعتها، فاحنا يعني عشان هي عميلة ائتمان البنك الأهلي عشان سيدة عشان مشروعات مواطنية الصغر ومشروعات صغيرة شجعناها وابتدينا معاها نجرب معاها، قلنا نجرب هتعرف تنتج الحاجات اللي احنا عايزينها بالمواصفات دي ولا لا. نجحت في اول عمليه تقريبا سنه 2016 وعرفت تكسب، واحنا عايزين الناس تكسب، احنا مش عايزينهم مش عايزين ناخد اقل سعر نخسر، احنا عايزين ناخد احسن سعر باحسن كواليتي، وكمان المورد لازم يكسب معانا. من هذا النموذج نقدر نعكس ده على كل النماذج اللي احنا بندعمها ازاي، ومن خلال برضو قرار البنك بان تكون الصناعه الوطنيه هي رقم واحد في التوريد لكل احتياجات البنك. ده قرار دولة، خلي بال حضرتك. ايوه الافضلية للمنتج المحلي طبعا، ده قرار دولة، والقانون المصري كمان بيدي ادفانتج، بيدي ميزة للمقدم العروض في المناقصات اللي بيقدم صناعة مصرية 100% او حتى نسبة مكون محلي فوق ال 45% بيديله نسبة 15% ميزة في المناقصة عن المنتج المستورد. خلي بال حضرتك، هو الافضلية للمنتج الوطني طالما نجح في تقديم جودة. لو الجودة مش مظبوطة ومواصفات اللي احنا عايزينها، بس احنا بقى بنساعدهم. يعني انا فاكر احنا عملنا لمبات ليد في الهيئة العربية للتصنيع، رحنا بعتنا الإدارة الهندسية من البنك الأهلي، وهم كان عندنا مهندسين كهرباء بأعلى مستوى بيسافروا بره بيتعلموا في المعارض في ألمانيا وفي إنجلترا، ورحنا إيطاليا كمان، فروحنا ساعدنا في الهيئة بالإدارة الهندسية بتاعتنا، وأنتجنا مع الهيئة 260 ألف لمبة ليد. طلعنا غيرنا كل شبكة اللمبات اللي في البنك الأهلي كله باللمبات الجديدة، وكلها لمبات إنتاج محلي، كلها لمبات إنتاج محلي لعبة تصنيع، وفرت حوالي 70% من الاستهلاك. أنا صاحب صناعة كبير أو صغير ومن أحلامي أن أنا أورد للبنك الأهلي المصري، أعمل إيه؟ هيك في كذا طريقة توصل لنا بيها. لما بتكون في مناقصات عامة بنعمل إعلان في الجرائد طبعا. الحاجة التانية طبعا برضو بننزل إعلان في الجرائد في يناير غالبا كل سنة أو كل سنتين حسب الاحتياجات، اللي عايزين يسجلوا نفسهم في البنك الأهلي في قائمة الموردين مقدمي خدمات أو مقدمي بيع منتجات، بيجي سجل نفسه بالاوراق، سجل تجاري بطاقه ضريبيه، السي في بتاعه الشركه، سابقه الاعمال، واول ما بنعمل مناقصه محدوده في النشاط ده بيتبعت لهم كلهم جوابات او بيدخل اونلاين يشوف المناقصات ويقدم فيها. هل بننزل لجان
تشرف على هذه المصانع، تشوف الانتاج اللي جاي لنا. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال كل اسبوع فروع جديده في البنك الاهلي المصري. ايوه الفروع دي محتاجه موردين، ما بين اساس، ما بين زرع جوه الفرع، حاجه كتيره جدا محتاجينها، ما بين لمبات ليد، كل هذه الاشياء محتاجه صناعه وطنيه، صح ولا لا؟ صحيح. بننزل نبص على المصانع دي طبعا، بنعمل زيارات زي ما احنا هنا النهارده موجودين برضو مع شركه النجدي. احنا جينا شفناها برضو من 5 سنين، عرفنا الانتاج بتاعها بيمشي ازاي، الكواليتي، شفنا العينات. ساعات بنعمل لها تعديلات قطاع التسويق عندنا، بنجيب مثلا حاجات للهدايا البنك ولا الاجندات ولا المطبوعات بتاعه الفروع، بيشوفوا الكواليتي وساعات يدوهم ملاحظات ويرجعوا يصلحوا نفسهم ويرجعوا لنا تاني. لا بنعدل مع المنتجين وكمان بيتعلموا يعني. في احنا اللي ابتدوا معانا في البنك الاهلي وعدلنا معاهم حاجات، بعد ما عرفوا وصلوا للكواليتي الممتازه عرفوا يبيعوا في بنوك تانية، فوصلوا سوق اتفتح كمان يعني. هل الافضليه دايما للي خد تمويل من البنك وقدر يحقق نجاح؟ طبعا دي عامل مهم بالنسبه لي انا. ساعات لما اجي اشتري حاجات ببعت يعني في حاجتين كمان، مش بس اللي واخد ائتمان، كمان العملاء المتعثرين. واحنا عندنا مثال كذا مثال، عندنا في مصنع احذيه كان واخد ائتمان من بشوف يعني مثال في منتهى البساطه، كان واخد ائتمان من البنك الاهلي والراجل تعثر من كذا سنه، وقلنا البنك قلنا له طب خلاص احنا انت عندك مشكله، احنا هنشتري كل اليونيفورم بتاع الموظفين السواقين بتوعنا والخدمات المعاونه من عندكم انتوا، هنتفق على العينه وهنتفق على السعر الممتاز برضو زي المنافس، لكن هنشتري منك انت بس لحد وتسدد جزء من الثمن الشراء قسط اللي عليك. ساعدناهم بعد سنتين جم خلصوا القرض اللي عليهم اللي كانوا متعثرين يسددوه اصلا، وجم خدوا قرض تاني وتوسعوا في المصنع. والحظ ان احنا كنا محتاجين اليونيفورم ده. طبعا احنا بنقعد نفكر مع العميل يعني، حد عنده مشكله، مورد عنده مشكله، ازاي نساعده يعني. بص حضرتك في مثل بيقول لك بنيت بريدجز نوت وولز، احنا عايزين جسور مش حواجز. صحيح. فهي دي احسن كلمه واحسن مثل اتقال في الوقت ده. انا سمعت عن غرفه مراقبه عالميه. أيوه. موجوده داخل البنك الاهلي المصري. المراقبه دي بتشمل جميع فروع البنك على مستوى الجمهوريه. صحيح. ايه الفكره الجباره دي؟ هي دي يعني عملناها من حوالي 9 سنين. الغرفه دي كانت اول بنك في مصر يعمل غرفه مراقبه، والكاميرات الجديده هي فيها مزايا. احنا البنك الاهلي فيه احدث تكنولوجيا في الكاميرات المراقبه وفي غرف المراقبه، فكل البنك عندنا متشاف، كل فروع البنك متشافه في غرفه المراقبه وبكل تفاصيل الكاميرات. وكمان الكاميرات الجديده بقى فيها مزايا مختلفه خالص، مش موضوع انك تسجل صوره ولمده 3 اشهر وحاجه كده، لكن كمان بتساعدك اقتصاديا. الكاميرات الجديده دلوقتي ممكن تقفل بيها الكهرباء، يعني لو اوضه فيها كاميرا او صاله فرع بعد الشغل مفيش حركه فيها، الكاميرا نفسها بتدي اوردر للوحده الكهرباء بتقفل الكهرباء، بتوفر لك كهرباء مهوله من الساعه مثلا 7 بالليل لحد الساعه 6 الصبح تاني. من المشروعات المميزه جدا برضو في البنك الاهلي المصري اللي عايز الناس تسمعها وتشوف ازاي فكرنا فيها، مشروع التخزين لكل مستندات البنك، حفظناها باحدث النظم العلميه. حضرتك احكي لنا عملنا ايه. كنا سافرنا إيطاليا، شفنا بنوك وجهات حكومية في إيطاليا زي بتخزن البيانات بتاعتها وتخزن الأوراق بتاعتها، ويعني خدنا الفكرة وكان معنا استشاري كبير من مصر، وعملنا أول مركز لحفظ المستندات في الشرق الأوسط بالكله بالكمبيوتر. مركز معلومات يعتبر، مركز حفظ مستندات، مركز يعني أرشفة إلكترونية. وبالمناسبة السيدة هبة النجدي وراها قصة كفاح كبيرة جدا، وبدأت تجني ثمارها بعد حصولها على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهلي المصري، وحصلت على القرض بعد فوزها بمناقصة أعلنها البنك الأهلي المصري لتوريد مهمات الطباعة والهدايا. يعني البنك الأهلي المصري سندها بقوة كمصنعة مصرية، ومن هنا كانت الانطلاقة اللي توجت بالشراكة مع المستثمر السوري خالد غياس الشنواني. تعالوا نقابل السيدة هبة النجدي العضو المنتدب لشركة النجدي بوتنزا للطباعة والتغليف. خليني أبدأ مع حضرتك من البداية خالص. حضرتك بدأتي مشروع متناهي الصغر، ادينا أمل إزاي نقدر نعمل في النهاية بعد كم سنة هذا الصرح العملاق. أنا بدأت من 2012 وانا بحب الشغل الهاند ميد، يعني ده كان اساس شغلي الاول الشغل الهاند ميد، وانا برضك بادئه فبعمل مشروع بسيط جدا، يعني مشروع في مكاني في شقتي، فبدات كده، بدات فعلا من تحت الصفر. وكلنا بنحب الهاند ميد
ومصر مهتمه بالهاند ميد وعامله معارض للهاند ميد. كفايه ان اقول لحضرتك ان هذا القطاع برعايه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضرتك المعارض دي هي وش السعد علينا، وبدات الانطلاقه من كده من المعارض دي. معرض نزل كان معرض تراثنا، ونزل يعني قطاع التسويق في البنك الاهلي، كانوا بينقوا الهدايا الفي اي بي، وكنت من ضمن الشركات او من ضمن الـ 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 الناس اللي قالوا لهم المنتج ده كويس احنا عايزين نقدمه. كنت مقدمه ايه في معرض تراثنا؟ كنت مقدمه شغل يدوي اركات خشب عباره عن طقم مكتب، وعجبهم قوي طقم المكتب ده. ما كانش فيه فلوس حتى نعمل طقم المكتب ده، يعني احنا عاملين باكية صغيرة مثلا تكلفها 10,000، او ما فيش بقى البنك طالب ب600,000، ففين 600؟ وعملت ايه؟ عملت ايه؟ واجهت البنك طبعا وقلت لهم طب احنا عندنا مشكلة، احنا نعمل منتج وما عندناش مشكلة بس ما فيش الامكانية. فقالك ممكن يديك تمويل الشركات، وكانت الانطلاقة. وكان اول تمويل خدته 50,000 جنيه، لان كان معايا امر توريد. هو كان في ميزه بقى في يعني البنك الاهلي صراحه، لما انا كان معايا امر توريد ومش عارفه يعني ما، فقال لي طب احنا ممكن نمولك بامر التوريد ده. خلصنا شغلنا في مواعيدها، الشغل كان كويس جدا، جوده عاليه. فبدانا بقى ايه، احنا حسينا يعني برضك كسبنا، فحسينا ان احنا اتنقلنا من حد بسيط لحد ده بيورد لجهه يعني بنك اهلي، فده حاجه كويسه جدا. فبدات بقى اروح للبنوك الثانيه، عندك ايه؟ بقول لهم انا بعمل خزف، طب ورينا المنتج واعملي علبه للمنتج. فبقيت اجيب طبعا عايزين علبه في اي بي، فعلبه تكون حاجه شيك يعني. فبقيت اعمل علبه في اي بي جلد، وبحتاج لها طباعه. بدات بقى اخش في الطباعه سنه سنه، لغايه ما اشتريت اول مكنه طباعه، كان مكنه صغيره نص فرخ، وانطلقت بقى. حطيتها فين؟ حطيتها في مكاني الاول، في مكان السكن بتاعي في اول دور اخدت. فكان واجهتني بقى مشكله ان لازم ترخيص صناعي، فعملت سجل صناعي ورخصه صناعيه، واضطريت ان انا بقى ايه يعني اجي العاشر واجر في العاشر كطباعه في العاشر من رمضان. عندي هنا طباعه بس. احنا عملنا مطبعه صغيره في العاشر من رمضان. ازاي بقى النهارده في كام سنه قدرنا نوصل يبقى عندنا مطبعه حجم المعدات اللي فيها معدل 45-50 مليون؟ عايز افهم. احنا طبعا برضك الامكانيات، قعدنا 5 سنين نشتغل بمجهودنا وناخد توريدات ونودي مطابع ونشتغل هنا، لغايه ما شفت شريك سوري، هو برضك بقاله مجال يجي اكتر من 30 سنه في الطباعه. خالد الشنواني. الشراكه تمت ازاي؟ يعني ازاي استاذه هبه النجدي وخالد الشنواني اقتنعوا ان احنا بنكمل بعض، ان احنا لازم نعمل تشبيك مع بعض؟ انا بحسب شغل كويس جدا، بعرف ادير الشغل كويس جدا، اعرف اخش الناقصه واخدها من بق الاسد زي ما بيقولوا، فدي انا شاطره فيها. هو شاطر في حكايه يشتغل كويس ويدير المكان ويسلمني في مواعيدي بالجوده اللي انا عايزاها، فايه المشكله اللي هم السوريين شاطرين في الصناعه؟ خلي بالك عندهم خبره عاليه. 100 سنة، هو بيقول لي 100 سنة جدا. في ناس بتخاف من الشراكة، يعني حضرتك عاملة شراكة مع الأستاذ خالد الشنواني، عايز أفهم منك دخلتيها إزاي الشراكة دي؟ كان استمراتك قد إيه في الشراكة؟ إيه الشروط اللي حطيتوها عشان ما تختلفوش؟ فهميني. بص حضرتك، الشروط إن إحنا كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. هو الشراكة كام لكام بقى؟ 50-50 40-60 70-30؟ والله هو حاليا 50-50 بنأمل بقى إن الموضوع يبقى أكبر من كده يعني. خليني اتكلم معاك من نقطه تانية. المكان اللي احنا فيه ده عظيم جدا، وفي احدث معدات في العالم للطباعه، ولكن ايجار ليه؟ بقى لنا 5 سنين عندناش اراضي نبني فيها، وبتقولي انا جاهز ابني لو خدت الارض بكره. دراسه جدوى، ميزانيات، كل ده في هيئه التنميه الصناعيه ومقدمين، وكذا مره لا يصيبنا الدوره. استاذه هبه، انت بتدفع ايجار هنا كام؟ ندفع 180,000 جنيه شهريا. انت لازم العاشر طبعا، عادي في اي مكان، بس نطاق يا العاشر يا العبور يا التجمع، يعني ده نطاق سكننا اللي احنا والعمال نفسهم. احنا طبعا عشان العاشر والشركات كمان، والشركات احنا بنخدم على شيء. حضرتك لو شفت المنتجات احنا بنخدم على المصانع اللي حوالينا التشغيل. قولي لي حضرتك بتوردي لمين؟ انا بورد لل يعني البنك الاهلي وبنك مصر وقار جاز وغاستيك وهيئه التنميه الصناعيه. شايف علب ماكدونالدز هنا؟ ماكدونالدز كمان بتتبعوا حاجه. بتخطط ليه بقى؟
رايحة لفين؟ احنا بنتكلم السنة دي الحمد لله الحمد لله معدين مبيعات 50 مليون جنيه. الله أكبر. احنا بنخطط اللي احنا يكون عندنا، يعني انا عايز اجيب خط انتاج لكل الدعاية والاعلان. يعني تخيل حضرتك احنا بنستورد، يعني في هدايا راس السنة بنستورد الميدالية، ميدالية بنجيبها من بره. طب ليه؟ طب ما احنا ممكن نعمل هنا الحاجات الكروم دي ونعمل، يبقى انا عندي العلبة الفي اي بي فيها الميدالية فيها الكراتة فيها الاكسسوار بتاع الاجنتا فيها النتيجة، هي علبة. الحاجات دي بتيجي من بره ليه؟ ما احنا عايزين نشتغل يعني وعليها طلب في مصر. طب ده استثمار. اللي قدام حضراتكم ده هو السيد خالد الشنواني، رئيس شركة النجدي بوتنزا للطباعة والتغليف، وهو المستثمر السوري اللي أضاف خبرات كبيرة لقطاع الطباعة والتغليف في مصر، وهو شريك السيدة هبة النجدي. تعالوا نقابله. حضرتك بتشتغل النهاردة في مصر وضخيت استثمارات كبيرة جدا، أنا عايز أفهم في سنة 92 قلت لي أنا جيت مصر هنا كان سياحة صحيح، ورجعت سوريا تاني قلت لا مش هشتغل. نعم. جيت في 2018-2019 قلت أنا قاعد في البلد دي لأن دي بلدنا وجبت أسرتي بالكامل هنا. صحيح. نعم. عايز أسمع إيه الفارق بين الزيارتين؟ إيه اللي شجعك إنك تدخل استثمارات هنا وتدخل شراكة مع هبة النجدي؟ اتفاجأت بمصر، أنا زرتها بسنة 92 أو 93، كنا بالزيارة مع والدي كنا صغيرين، فأخذين فكرة عن مصر إنه بلد قديمة ما فيهاش حضارة حديثة، حضارة قديمة فقط لا غير. هون كانت المفاجأة إنه لا بالعكس، مصر متقدمة أمام كتير دول من الحضارة الحديثة. فهذا الأمر اللي كان مشجع وحافز كتير قوي لأني أدخل سوق مصر، طبعا عن طريق أصدقائنا كانوا المصريين أو السوريين بمجال الطباعة والتغليف، بصينا على آخر التطورات فلقيت أنه في مجال كتير قوي لأنه نعمل استثمار في مصر، والحمد لله رب العالمين كان التوفيق من الله عز وجل أنه أمنا بالاستثمار، وكان بفترة كثير سريعة جدا. قدمت نفسك إزاي؟ نعم. للشركات المصرية وأنت مستثمر سوري؟ طبعا رقم واحد هو الجودة المنتج. نحن كان هدفنا الاستراتيجي هو نقدم الجودة بالسعر الأفضل، وهذا الأمر اللي خلاني أنا أبني المصنع بالمكان حديث وليس مستعمل. هذا كان في خلينا نقول ببعض الشركات ما بيبصوا على تطور الآلات والتقنية اللي وصلها مجال الطباعة. ألوانك حلوة. أيوة. إزاي؟ احكي لي شوية بنعمل إيه عشان نطلع بالجودة دي، عشان نطلع بالألوان دي، عشان نطلع بالخامة دي. أكيد زي ما أنت تفضلت عوامل كتير، الخبرة منهم، التطور التكنولوجي ما توصلت إليه الصناعة أمر مهم. الأمر الثالث أنا بعتبره هو الأهم من كل دول، أنا بدخل الماتيريال الصح وبصنع بالأحبار الصح، لما أضيف عليها الخبرة بتاعتي على المكان الحديث حيديني منتج أفضل جودة، ومن ثم بدي السعر الأنسب للتفاصيل اللي أنا متكلف عليه. يعني مع الجودة دي بتعرف تنافس في السعر؟ طبعا طبعا أكيد. الشراكة مع هبة النجدي تمت إزاي؟ طبعا شركة النجدي زي ما قلنا عندها سوق كبير قبل شوي، سوق وانت تمتلك خبرة كبيرة جدا، كبير وانا عندي الخبرة وعندي الفكر بمجالنا بالطباعة والتغليف. ارتقينا انه الشراكة بين الطرفين شراكة حتكون حقيقية ومنتجة، هي كشركة في مصر شركة عريقة ولها فترة من الزمن كويسة، نحن كاستثمار جديد، فكان في توافق والحمد لله نجحنا بطريقة كويسة جدا بالسوق المصري. أنا عايزك برضو من خبرتك 100 سنة تقول لنا هو الطباعة راح الفين في العالم، المكان بقى عامل ازاي النهاردة؟ يقدر يطلع كام عبوة في الثانية ولا في الدقيقة؟ قول لنا، أنت بتسافر العالم كله ومطلع على أحدث المكانات في العالم، احكي لنا. بتطور التكنولوجي وصلنا لسرعة 17,000 فرخ ورق بالساعة. طن الورق بكام النهارده انت بتستخدمه في الكرتون بتاع الغذائي او الدوائي؟ كام النهارده؟ النهارده وصل ل 52,000 جنيه. خلي بال حضراتكم، في مصنع النجدي بوتنزا للطباعه ومهمات التغليف والهدايا، هم محترفين للطباعه بنظم الكوفراج واللي فيها بيكبسوا الكرتون
في مناطق محددة عشان يظهر شكل المنتج بارز على السطح. كمان بيمتلكوا تكنولوجيا السبيشال إفكت UV، وده بيضيف للسطح المطبوع ألوان وخامات مبهرة زي الألوان الذهبية البارزة وملمس الرمل والهارد إفكت، وده تقريباً بيدي إيحاء إن المنتج كله بارز في سطح الكرتونة، بخلاف نظام UV المط والجلوسي اللامع والألوان الميتاليك القوية وكمان الهوت ستامب، وبيعتمد على الخطوط الذهبية الحرارية القوية. بجد الطباعة علم كبير جداً.